عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير. لقاكم هذا الفيديو بألف صحة وسلامة. اليوم كما كتشوفوا هنا عندنا القوام ديال الشباكية، غادي نوجدوا الشباكية انا ولوستي اللي هي شيوه ساديه قريش. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم انا معمرت خويا ناديه اللي هي وصفات ام ملاك، وغادي نديروا فيديو مشترك نحضروا فيه الشباكيه. وخليكم معنا دابا باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. يلا ناديه، شنو عندنا؟ يلا على بركه الله. عندنا هنايا واحد الكيلو ديال الفورس مزيان ديال الحلويات، الخاص بالحلويات. عندنا هنا واحد خماره، هذه بالنسبه لنا ديال الخماره، يقدروا يديروا خماره ديال 8 غرام ولا 7 غرام، بحال ماشي مشكل. ما غاديش نستعملوا الخميره ديال الخبز، غنستعملوا غير الخماره. عندي هنايا واحد نص كاس ديال الزيت مخلطه، زيت الروميه وزيت الزيتون. عندي هنا نص كاس ديال الزبده اللي لوستي دارت ليها زبده نوازيت، يعني خدات الزبده وذوباتها وخلاتها حتى ولات بحال هذا اللون هذا، يعني وصفاتها مدهنة. اسمح لي نقطع ناديه، بالنسبه للزبده ما يخليوهاش تذوب كثر، ما يخليوهاش يعني تحمر كثر من هاد الدرجه هذه. يعني كتبقى بحال اتاي، بحال اتاي البنات. أيه. شوفوا اللون ديالها تقريبا بحال اتاي، خاصو يكون محمر كثر من هكا، لان الا كان محمر كثر من هكا كتجي محروقه، فيها واحد المذاق ماشي مزيان. من الاحسن ذوبوا الزبده وتجي هكا، لان كتعطي واحد المذاق زوين. داكشي اللي كاين، انا الصراحه دقت الشباكيه عند لوستي هنا، صوبتها لهم هنا في الدار، عند دار كوستي، وعجباتني. قلت لها والو، غادي نصوب انا وياك شباكيه. نيت باش واخا كنصوبها ما كتجينيش الصراحه بحال الشباكيه ديال راديه. ولا بغيتوا يعني تشوفوا الفيديو ديالها، راه كاين في القناه ديالها شيوات راديه قريش، راها معروفه. المهم هنا غادي نكمل المقادير. كما قلت لكم هنا نص كاس ديال الزيت مخلطه، نص كاس ديال الزبده. عندي هنا جوج معالق ديال الخل، جوج معالق كبار ديال الخل. من الاحسن تستعملوا هذا البيض، فالما كانش استعملوا غير العادي. ماشي عندنا هنا عفوا كاس ديال اللوز ما محمرش ومطحون. قياس هذا الكاس، هذا كاس ديال العنبه بحال هذا الكاس، انا عبرت بنفس الكاس. عندي هنا كاس ديال الجنجلان، كاس الجنجلان غير صهدو غير باش يبغي يتحل لكم، حتى هو كاس يعني بهذا القياس هذا، بنفس الكاس قيسوا جميع المكونات بالنسبه للجنجلان واللوز. والجنجلان ما خصوش يتحمر، لان فاش كيتحمر وكان عاد كيعطي واحد المروره، المروره للشباك، يعني غير صهدو ولا طحنو خضر، غير صهدو غير باش يبغي يتحل لكم صافي. هنا وعندنا هنا معلقه كبيره ما عمراش ديال القرفه، قرفه مطحونه يا كراديا. وعندنا هنايا جوج معالق كبار ديال النافع وجوج معالق كبار ديال حبه حلاوه، حتى هي محمره. هذا خصنا نحمروه شويه ونطحنوه، حبه حلاوه والنافع. احسن ديروا النافع البلدي ولا تخلطوا. المهم جوج معالق ديال النافع وجوج معالق ديال حبه حلاوه يا كراديا. المهم هذوك خصهم يتحمروا باش كيعطيونا المذاق اللي هنايا. ملحه واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. وعندنا هنايا واحد ثلاثة ديال الحبات ديال المسكة الحرة، دقيناهم مع شوية ديال السكر سنيدة. كنتمنى المقادير تكون واضحة ليكم. دابا غنبداو على بركة الله. نخلطو بعدا النواشف وعاد ندوزو للسعسعة. وعندنا المزهر، المزهر حتى هو باش غادي هنا المزهر ندفي شي شوية، كنفيوه. أييه كنادية. وهنا عندنا الزعفران الحر، ديري غير شوية. غادي ناخدو واحد هكا واحد العريشات ونديروهم هذا. ملي كان الزعفران الحر الحقيقي راه دغيا كيطلق اللون، وكيذوب. كيذوب. غادي ناخذ واحد المعلقه صافي، وغادي نذوبو هنا ونخليه يذوب. الا بغيتو نتوما تخليوه على خاطرو تيذوب على خاطرو، ماشي مشكل ديروه. المهم هذا المزهر حنا دفيناه، حنا خدينا هذا المزهر هذا. المهم هنايا راه دفينا المزهر، نقدروا نحتاجو اكثر من قرعه. المهم حنا غادي نعجنو وغادي تشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش غادي يكون، وندوز على بركه الله باش غادي نوجدو. المهم حنا غنخلطوا بعدا النواشف هي الاولى. صافي دابا ديري هذا الشيء، من بعد غادي نغربلوه ان شاء الله. غادي ندير هذا الكاس ديال اللوز مطحون، كاس ديال الزنجلان، معلقه كبيره ما عمرهاش القرفه. هنا غنديروا جوج معالق النافع وجوج معالق حبه حلاوه. انا هنا مخلطه، هنا راه عندي قياس جوج معالق، حتى انا ما عمرتش. نزيد السكر الحره والملحه، يا هنا السكر الحره اللي بقيناها، اي واحد ثلاثه ديال الحبيبات حتى اربعه الحبيبات صافي. غنزيد هذه الخماره حتى هي،
صافي غنحاول نخلط هاد المكونات كلكم شي شويه بنيات باش كتدخل ديك باش ندمجوا العناصر ديالنا. البنات هنا من بعد ما خلطنا كلشي دابا غندوزو باش غادي نغربلو. ضروري هاد المرحله البنات خصي تغربل الطحين مع داك يعني داكشي اللي درنا كامل باش ما كيبقاش شي كويرات ولا شي حاجه تفاديا باش ما تقطعناش العجينه. صافي هنا غادي نغربل، نحاول نغربل الطحين كامل كامل بشويه. كان عندكم غربال كبير احسن. صافي هنا من بعد ما غربلت كلشي الطحين مع ديك النواشف، صافي دابا غادي ندوزو باش غنديرو هنا صفر بيضه. البنات نسيت ما قلتها لكمش في المقادير، خص نديرو واحد صفر بيضه، غنضيف عليها نص كاس ديال الزيت خلطه، نص كاس ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال الخل، زيدي شي شويه راك ما عمرتيهوش مزيان، ما عامريش مزيان بصح كيبغي شي. صافي هنا غادي نضيف الماء الزهر اللي ذوبت فيه الزعفران، بديت تخويلي راديه غنخلط. خلطي بعدا هذاك الشيء عاد نضيف ليا الماء الزهر، راه تصفى لتحت غير دير. حنا كنضيفو الماء الزهر بشويه بشويه وحنا كنخلطو، ما كديروش دقه واحده، دقه واحده بصح باش ما تسجر ما تجرالكمش العجينه. انا نزيدك دابا وليدي هنا راه درنا قرعه ديال الماء الزهر كلها. دابا راه كدير الا ما كفاتش دابا غادي نزيدو الماء. غادي نزيدو هي من الاحسن تعجن غير بما زهر، ولكن الا ما كفاكمش ماشي مشكل، لان ما كنزيدوش واحد الكميه كثيره فوق هذيك القرعه ديال الما زهر، كنزيدو غير شويه شويه. صراحه البنات والله الا الشباكيه ديال راديه غزاله ما عجبتني، داكشي علاش قلت لها والو غادي نديرها معاك ونحطها في القناه ديالي ان شاء الله باش متتبعين ديالي شوفوها. الله تجينا مزيانه ان شاء الله، ان شاء الله غادي تجي مزيانه، كلشي بتسخير من الله ولكن ان شاء الله غادي تجي مزيانه. هنا لما كفاكوش الماء الزهر تقدروا تزيدوا الماء ولا تكملوها غير بالماء الزهر كاع كامله. هنا غادي نبقاو كنعجنوا فيها البنات، ما تزيدوش الماء الزهر حتى تجمعوها مزيان وتشوفوا القوام ديالها، خاصها تكون قاصحه شويه ما تكونش جاريه. انا تقريبا انا زدت غير ربع كاس ديال الماء على هاد القرعه هادي ديال، وريها ليهم باش يعرفوا مزيان الزهر، لان كان كيسولوا على الماء الزهر. هذا هو هاد بن عمري زوين قالت لي، انا صراحه ما كنشكر عارفو هذا، ولكن قالت لي راديو كيجي زوين به هو باش كنخدم انا دائما. ايوا دابا البنات اراك لدليك اراك لدليك اراك اللي عندكم شي كتاف حطاو هنا. انا راه ما قدرتش عليها هاد الكاس صراحه، قلت لها انتي اللي غادي تدليها، عطاتني المهمه الصعبه البنات، شتي ولوستي ماشي مشكل، خصنا باش نزيدو نتعلم اللهم ضروري. تبارك الله عليك راكي مال الواحد، الله يعطيك الصحة. لا 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 شباكية الصراحة ما كتجيني شي مزيانة مع العاد. المهم هكا البنات غنبقاو نجمعو فيها، أنا راه مازال خاصة شي شوية غادي نجمعو شوية بعدا تنجمع هادشي ونشوف، وأنا غادي نوريكم القوام ديالها. هنا زيدي شي شوية شوفو، غادي ندلكها ونساليها غادي نوريكم كيفاش غادي تكون القوام ديالها ان شاء الله. نعاود صافي هنا البنات انا من بعد ما دلكت العجينه داك هنا هكا راه ديال هذا هو القوام ديال العجينه، ما خصهاش تكون رطبه بزاف وعاد غادي راه طيحت لي يدي قلت لك وخصها تكون شويه قاصحه باش كتجي التشبيكه ديالها واقفه وكتجي الشبكيه شحال شحال هزات لينا ديال هذا، هزت لينا قرعه ديال الزهر ياه تقريبا ربع كاس لا نص كاس، نص كاس نص كاس وقرعه قرعه بحال هذه ونص كاس ديال العنبه. صافي هنا غادي نقسموها هكا قطعيها من صغار ماشي شويه هذا القياس ياك تقريبا صافي. دابا حنا كنشاوروا مع الحلاويه اللي موارفه كتصوب الشباكيه تقول لينا شنو نديرو، كنكوروهم بحال هكا يلا كوري كوري ما دلكتيش كوري صافي غادي نتوقعوا عطاتني العقوبة هاد النهار. البنات
ناد لك الشباكيه باش تعلمي تصاوبي الشباكيه. راك بحال اللي راك تزيد لك البنات، شوفوا كيفاش ها صافي باش تكورها والناس بحال اللي كتزيد كدلكها صافي هكا كنديروا هاد الكويرات وكنخليوها ترتاح ياك في الثلاجه احسن تلقوها بدلك وشكلوها بحال مسمنه. تلقاها دابا انا صافي هاد الكويرات هكذا كندلكوهم دابا بدلك بحال مسمنه ياك. اها شوفوا معايا نتعلم انا وياكم هذا النهار. رقوها بزاف راضيه ولا شويه غير زيد تلقيها حيت انا بغيتها زعما تجي ديك الشباكيه بحال اللي كدير هي قداش ما قاقت مزيان. كصف صافي هنا من بعد ما دلكتها هكا رقيقه بحال اللي كنصاوبو المسمن صافي طوي هكذا بحال مسمنانيشان غنديرو مسمن هنايا بالكبان الشباكيه البنات هكذا صافي. وهذا صافي فاش كنبقاو نديرو لهم كاملين بحال هكا الكويرات كاملين وكنديرو في البلاستيكه فما كنشفوش ضروري باش نشفوش. استناش العجينه فاش كملي بنفس الطريقه كاملين هي غنديرو بنفس الطريقه وغنديرو في الثلاجه ياك في الثلاجه يرتاحوا من الاحسن الا ما كانش عندكم الوقت تخليهم يرتاحوا غير واحد الساعه ولا ساعه ونص وتخدموها الا غير باش كتطلق دغيا يعني كتساعدكم باش تطلقوها هي كتزيد تعلق في الثلاجه في الثلاجه صافي البنات يلاه نكملوا هاد العجينه ان شاء الله نتلاقاو نتلاقاو ان شاء الله في الشباك. يلاه هنا غادي نديروها في الرقم 7 هذا هو يعني هذه غليظه هاد البلاصه هذه اول حاجه كنديروها في هاد الرقم 7 هكذا كنوليو نديروها في الرقم هكذا 5 يكون قبالتها هكا بحال هكذا وكنديروها في الرقم الاخر اللي هو رقم 3 رقم 3 ها هما كما كتشوفوا بحال هكذا نبداو نشكل الشباكيه وانا غنخدم غير بالجراره يمكنكم نتوما تستعملوا الطابع بحال هذا يمكنكم تستعملوا هذا ولكن صراحه الجراره كتساعد اكثر من هذا الطابع هذا المهم نتوما خدموا باش اللي جاكم مزيان نسيت ما قلت لكم شان البنات خص تكون رقيقه العجينه بحال هكذا نتوما كتشوفوها رقيقه يعني من احسن تكون عندكم ديك الاله كترقق مزيان وما كانش عندكم تستعملوا الدلاك حتى تولي بحال هكذا حتى كتبات تبقى كتبان لكم طاوله العمل بحال هكا صافي. هنا غادي ناخذ الجراره ونقطع هاد الجوانب بحال هكا بعد ما حيدت هاد الجوانب غادي ناخذ هكذا جراره غادي نبقى نقطع هنا اربعه ديال كما كتشوفوا بلا ما نوصل للجوانب واحد جوج ثلاثه اربعه والخامس غادي نقطع فيه بحال هكا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هكذا كنهزو الشباكية بحال هكا كنهزو الأولى كنخليو الثانية هكذا كنهزو الثالثة كنخليو الرابعة كنهزو الخامسة بحال هكذا كنجيو لهنا كنقرصوها بحال هكذا قرصي مزيان قرص مزيان راديه كتقولي قرصي مزيان قبل ما تحليه في الزيت صافي كناخذوا هذا الثاني يا شتي غلباتني راديه خليني نوري للمشاهدين يلاه نوريهم الطريقه راه هي كتزرب ما بغاش توريكم نيش خليوني نوريكم انا مزيان ها كنخليو هذه اللي درنا في التالي كنمشيو اللي قبل منها كنقلبوها عليها بحال هكذا هنا نوريكم انا بالعرض البطيء كاع حتى انا كنتعلم بحالي بحالكم ها الثالثه الاولى نيت هي كنقلبوها على الثانيه هكذا وكنحطوها هكا
فاش كنحطوها راه كتجيكم بحال هكذا. هذه هاد الشريط هذا الشريط هذا كنقلبوه من الفوق هاك وصافي، وكندخلوه هكا سبعان دا كتلاحظوا هكذا ملي كندخلو هكا شتي كيجيكم هكا بجوج بهم خويات هكا، كنجبدوها شويه بحال هكا وصافي، وكنقرصوا هاد الجوانب بحال هكا كنقرصوهم كتجي بحال هكا. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى، الوستيتا هي غادي تعاود معكم وحده باش تفهموا مزيان اليوم ان شاء الله. ما تخرجوا من هذا الفيديو تتكونوا تعلمتوا الشباكيه مزيان وتصوبوها راسكم في الدار. يلا راديه دير لهم وحيده تانتي، نتوما راكم عارفين الطريقه ديالي. المهم انا نعاودها معكم كيف كتبغي غادي تقولي حتى المشاهدين ديالي انا يلي عاود لي. المهم كنهزو شريط وكنحطو واحد وكنهزو واحد كنحطو واحد، كيكونوا عندنا ثلاثه الاشرطه الفوق وجوج لتحت، وهنا من هاد القداميين هادو كنقرصوهم بحال هكا صافي. الوسطانيه كنطويوها على الاولى والثالثه كنطويوها على الثانيه بهذا الشكل هذا صافي، وكنضغطوا عليهم بحال هكذا كنحطوها في الارض باش كتبان لكم دغيا كتعرفوا لها فاش غتعلموا دغيا. راه نشفات لينا شي شويه مع بحال السجين كنشفات. نسيت ما قلت لكمش البنات ضروري تستعملوا البلاستيكه، كتخليوا العجينه في البلاستيكه كتجبدوا غير وحده دائما، كتجبدوا غير وحده. شوفوها حنا دايرينوها في البلاستيكه يعني كنجبدوا غير وحده، وكان صافي ملي كنطلقوها حتى كنكملوها عاد كناخذ دوك يعني ديك المربع الثاني يعني باش كتبقى لكم كتساعدكم. حنا بحال اللي كنجبدوها شي شويه باش كيرجع لنا بحال رقم 8، وهنا في الوسط حنا كنخدموا بهذا الصبع هذا وبهذا اللي كتضغطوا شي شويه في الوسط على هاد الشكل. كيبان لكم بحال شي جوج حفر في الوسط بحال شي جوج تما كتشوف على هذا الشكل هذا كتجي يعني الشبكة سهلة البنات، غير ركزوا معنا وان شاء الله تعلموا. نعاود معاها وحده اخرى اجي نكمل اللي بقى ياك واخا. كي شفتوا كنهزوا شريط وكنحطوا واحد، كنرجعوا عندنا ثلاثه الاشرطه الفوق جوج لتحت بحال هكا، وكنجمعوا من الجوانب مزيان كنقلبوا الشريط الوسطاني على الثاني وبحال اللي كنضغطوا شي شويه غير باش كيتشدوا كاملين كيبقاو مقادين، والثالث كنقلبوها على الثاني وحتى هو كنشدوا هكا بصبعنا شويه صافي كنحطوهم. كيف شفتوا العجينه ملي كتكون قاصحه كتشد لنا التشبيكه كتجينا واقفه كتجي واقفه ما تلج كنضغط شي شويه داكشي علاش ما يجريوش العجينه. صافي هنا درنا الزيت هنا كتسخن، خصكم ديروا كميه كبيره من ديال الزيت باش ملي نلوحوا الشباكيه هنا في الزيت خصو يكون عايم عليها، والبوطه البنات خصها تكون قليله شويه قليله ولا كما كتشوفوا ماشي تكون مجهده باش ما تخطفناش الشباكيه وصافي. ونسيوها الا شفنا العسل يعني الزيت سخنات غنديروا غير واحد الطريف ديال العجينه، الا سخنات صافي بدات كتغلي فيها صافي ندير نلوحوا الشباكيه بسم الله. كنبداو كنقلبوا فيها شويه بشويه، استعانوا بهذا القطيب هذا ديال الشوا البنات، هذا هو اللي كتصوب به راديه. انا كنستعمل اغلبيه هذاك ديال الخشب، هذاك القطيب الشوا ديال الخشب زوين الصراحه والله البنات زوين كيساعد. انا كنت كندير غير الفرشيطه صراحه ما كانتش كتساعدني. هكذا البنات تكون محمره بحال هكذا سخونه، ستكون محمره شويه ما تحمروش بزاف باش ما تحرق لكمش، لان راه غادي تزيد تغلق في العسل وصافي كيكون موجد العسل. ها هو محطوط هنا في الطنجره غادي نبدا كنطفي هنايا في العسل صافي، وكنبقى كنقلي بحال هكذا حتى كنكمل الكميه كامله. ما تخليوهاش تحمر بزاف، قطروها هكا بالزيت. العسل البنات خاصها تكون بارده ما تكونش دافيه ولا سخونه،
خاصها تكون بارده باش الشباك هي كتشرب العسل. اللون ديالها شويه مفتوح ولكن راه كتولي مغلوقه البنات. ها هي شوفوا ها هي راديه كتعسلها، شوفوا كي كيولي اللون ديالها. حنا راه باقي ما شربناش العسل مزيان، مازال خاصها تزيد تشرب العسل. كنخليو يعني فاش كنقليو القليه الاولى كنخليوها في العسل حتى كنساليو. صافي هاد الشباكيه هادي اللي درناها في العسل كنخليوها راقده هنا في العسل حتى كنكملوا القليه الثانيه، عاد كنحيدوا ديك الشباكيه الاولى ونديروا هاد القليه الثانيه اللي درنا هنايا ونعاودوا نتلاقاو باش غادي باش من بعد ما تكون شربات العسل ونشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. صافي هنا البنات بعد ما كنعسلوها صافي كنديروها في واحد الكسكاس كتستقطر من داك العسل باش كتستقطر من ديك الفائض ديال العسل، وصافي كندردرو عليها شويه زنجبيل محمر وكنكمل هكذا حتى كنكمل الكميه كامله. كنخليها كتستقطر شويه في الكسكاس وكنجمعوها هكا في لي بواط في البواطات باش كدير نحتفظوا بها. هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كنبقاو مره كنزيدوا عليها شويه ديال العسل من الفوق باش كتعسل، وصراحه راه كتجي هشيشه هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي غزاله البنات وشيشه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو البنات ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد. كنتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وتجربوا هاد الشباكيه هادي، ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله يدخل علينا بصحه وسلامه. هنا البنات غادي نوريكم الطريقه باش كتحتفظوا بها. حاولوا هكا ديروها في واحد البواطات تستفوا هكا الطبقه الاولى ديروا فيها فوقها واحد السلوفان وديروا الطبقه الثانيه هكا وتحتفظوا بها في المجمد هكذا. شوفوا هنايا انا جمعتها في لي بواط بحال هكذا وتحتفظوا بها ان شاء الله باش تحتاجوها ان شاء الله في رمضان المبارك. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا من هذا من المراحل ديال الشباكيه. غير جربوها البنات، كنتمنى انكم تجربوها راه كتجي غزاله البنات على ضمانتي. صراحه هذه راها مني تحلاويه يعني راضيه قريش كما كتعرفوا، صراحه ملي جربتها عجبتني وكنتمنى انها تعجبكم حتى نتوما. والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه، اترككم في رعايه الله، الى اللقاء.